وتلج مجروش، ايس كريم. طبعا التين شوكي ده الموسم بتاعه، وبنبقى عايزين ناكله بحاجات مختلفة كتير. فنشوف هنعمل ايه. هنحط تين شوكي كده، وهنحط ايس كريم الفانيلا عشان يبقى عندنا ميلك تشيك تين شوكي. ونحط التلج ده، بس ونخلط المكونات دي كلها في الخلاط. نبتدي بقى نشغله كده. طب بصوا عقبال ما بس ايه نشوف هيشتغل ازاي. نشيل البطاطس، انا اصلا عايزاها مقرمشه كده. طبعا انا عامله الصنفين دول يتاكلوا مع بعض. صفي بس كده البطاطس من الزيت. تمام. حط كده تاني عشان ايه نصفي ونقفل على دي خلاص كده. بس نبتدي بقى كده. خلصنا الميلك تشيك بتاع التين الشوكي. ريحته حلوه جدا وهتعجبكم قوي كده. تمام.